السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ السلام عليكم. عليكم السلام يا أخي ورحمة الله. لدي سؤال يتعلق بمسألة الاشتراك في الأضحية. نحن في الجزائر نعاني من غلاء الأسعار الأضاحي، فمسألة الاشتراك في الضأن مسألة أعتقد أنها مفصول فيها، يعني لا يجوز الاشتراك. فهل من فتوى تبيح هذا الأمر، خاصة أن الأضحية تعادل راتب شهر كامل تقريبا؟ وشكرا. والاشتراك أهل الأسرة الواحدة، أهل البيت الواحد يشتركون، إنما أكثر من أسرة لم يرد هذا. إذا كانت الأضحية تعادل راتب شهر والأخ دخله محدود، ما كلفه الله أن يضحي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وضحى عمن لم يضحي من أمته. ذلك كان الخطباء حتى من قديم، أذكر أنا صغير كان الخطيب في العيد يقول يعني إن النبي ضحى بكبش عن نفسه محمد وآله، وضحى عمن لم يضحي عن أمته، يقول فلا تحزن أيها الفقير فقد ضحى عنك البشير النذير. فيكفينا تضحية النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكلفنا الله عز وجل أن نشق على أنفسنا وأن نعسر على أنفسنا. الأمر يسير، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. ليس مطلوبا من المسلم أن يضيق على نفسه ويضحي وهو غير قادر، لا، هذا ما لا لا ليس مطلوبا. إنما إذا كان الإنسان عنده قدرة وسعة، ولذلك ليس مطلوب الإنسان أنه يستدين مثلا ليضحي، لا، ما كلفه الله هذا أنه يستدين أو يضغط على نفسه أكثر من اللازم. سيدنا عبد الله بن عباس اشترى لحما بدرهم وقال هذه أضحية ابن عباس، لحما بدرهم، وبعض الصحابة ضحى بديك يعني. وكان سيدنا أبو بكر وعمر في بعض السنوات لا يضحيان مخافة أن يظن الناس أن الأضحية واجبة. ولذلك قال الإمام الشاطبي إن يستحب للعالم والإنسان المقتدى به أن يترك بعض السنن في بعض الأحيان حتى لا يظن الناس أنها واجبة. قال إنه يجب أن تظل الأحكام في مراتبها الشرعية. فلذلك قالوا إنه الإنسان العالم أو الإنسان القدوة ممكن يعمل يترك بعض السنن حتى لا يظن الناس وجوبها، يرتكب بعض المكروهات التنزيهية حتى لا يظن الناس إنها حرام، لتبقى الأحكام في مراتبها. فكان أبو بكر وعمر يتركان هذا الأمر حتى لا يعتقد الناس وجوبه. فلا أنصح الأخ أنه يعني يضيق على نفسه ومن أجل أن يضحي، لا لا ليس ما خاصة أنه يقول أنه ثمن الأضحية راتب شهر، راتب شهر يعني ينفق على الأسرة، ما كلفه الله يعني يخلي الشهر لأولاده ويضحي ببعض اللحم، يشتري لحما من السوق، يضحي بديك أو بدجاجة أو ببطة أو أي شيء من هذا، ويكفي هذا إن شاء الله. نعم.